ولا انت كتعطيه داكشي اللي ما كنعطيهش انا؟ يمكن داكشي اللي ما لقاش عندك لقاه عندي انا. تصور لك انت كتصوري عندي عريانه وكتصيفطيهم لصاحبك، كره وريتهم دابا، مشيت لعند خوك ووريتو هادشي كامل. ما انا ما فياش في عيل بنات الحرام، ياك منسي انا شي راني داك كنعرفك التصاور، صاحب، ياك منسي شي. كنعرفك ما تقدريش ديري هكاك، ما ديريش فيا هكا عيفك. تتصور عريان يعني مشيت نشتري ولا شي حاجه، كان عندك ولكن زمان تستنى لك عندك كنت شي عجيب شيء. انت ولكن هذا في عيل، ماشي مشكل اختي، هي غلطات. خوت الناس اللي تبغي تربح الفلوس من الانترنت، اليوم جبت لكم السيت ديال وان اكس بيت، غتلقاو اللين في اول كومونتيرات اللي تسجل بالكود برومو ديالي اللي هو او تي 88، غيربح 130 دولار اللي هي 1300 درهم. ملي غتدخل تما اللي ما تيعرفش يتسجل غيدير في يوتيوب طريقه التسجيل في السيت وان اكس بيت، وغادي تدخل غادي تراهنوا على الماتشات اللي جايين من هنا للقدام، غادي تربحوا 1300 درهم بعدا في الكود برومو ديالي، ومن بعد تربحوا بزاف اخوتي. اللي من تحت 18 عام بلا ما يغامر ويدخل، وما تردوا البال تقدر تخسر. شكرا متعزاز، تهلاو لي فراسكم. السلام عليكم الخوت، من متصور بخير وعلى خير. السيده تلاقاتنا باللي بغات تيستي صاحبتها، عجبتي تيستي صاحبتك؟ حقاش هاد الايام وليت كنشك فيها انا بحال اللي كتخوني مع صاحبي. سخونك مع صاحبك؟ كتشكي ولا وقع شي حاجه النت اللي راه لا يتشكي بيه؟ لا، داك النهار كنا جالسين انا وياه في الدار عندهم وصونا ليها. صونا عليها هي تيشيه، شفت لابيل؟ انت ما سولتيها ما والو؟ لا ما سولتهاش. داكشي علاش بغيت تيست هذا؟ مرحبا، بعدين نمرة اختي لاتاتينا؟ هي مرحبا. السلام الو، عليكم وعليكم السلام. اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ هانيه الحمد لله. الله يكبر بك اختي. حنا واحد البرنامج تنديرو ليه لايف بالليل، تنطلقو ليه لايف و تنحاولو اننا نربحو ناس، واليوم واحد السيد كان طالع معنا في لايف ربح جوج تليفونات قسيم الشراء ديال 10000 درهم وجوج ديال لي زابونمون العام كامل. انت غتكوني معاه من الفائزين اختي، باش تكملو الربحة خصو يكون ديجا اون كوبل. مطلوب منك تعطينا غير سميتو، الا كان هو اللي معنا راه غتربحو ان شاء الله بجوج. دابا السميه ديالو اي اختي، الا كان ممكن وحدك؟ هو حدايا. ايوب. شو اسمه الصاحب؟ ايوب. ايوب هو اختي ايوب معنا. هو الو الو، ياك اختي هذه صحبة. كيفاش 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 ايوب؟ هذه نديك معايا وهذه هي صاحبتي، صدقتي مصاحبه لي مع صاحبي. راك غير فهمتيني غلط اصاحبتي. لا لا، شنو اللي فهمت غلط؟ نتلاقاو ونشرح ليك. لا لا، ما عندك ما تشرحي لي علاش هو بدلني بيك انتي، شنو زعما انتي بس زيداني؟ ولا انتي كتعطيه داكشي اللي ما كنعطيهش انا؟ يمكن داكشي اللي ما لقاش عندك لقاه عندي انا. ماشي مشكله اختي، شحال وانتي معاه دابا؟ عامين. عامين؟ كتخونيني يا اختي. ما ماشي مشكل، تنطلاقاو اللي بغيتي. اوكي، طلعتي رخيصه بزاف والله، حتى طلعتي رخيصه. شكرا. لا هانيه والله، ماشي هكا الصحبه، كنت دايرك اختي ماشي صاحبتي. ما ماشي مشكل عادي. لا لا، شوفي شوفي، ما عندنا فاش نتلاقاو، ولا تلاقيتك راه ما غاديش ترجعي لداركم، والله ما غادي ترجعي لداركم. صاحبتي انا وياك راه خواتي، ترى ما غاديش يدابزنا راجل، لا ماشي راجل ماشي راجل. لا لا لا، هاد الفعايل اللي درتي ماشي ديال بنات الناس، ديال راكي ماشي عارفه صاحبتي. شنو. انت راكي تقول ماشي صاحبتي هو اللي دخل بيناتنا، راكي عارفه. لا 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 لا، واخا يدخل بيناتنا شنو، واش يبدلنا حنا دري؟ ولكن صافي ماشي مشكل. سمحي لي يا اختي. لا لا، كيف السمح؟ لا ما بقى عندنا فاش نهضروا، الا لقيتك راه ما غاديش تكون هاد الهضره اللي بيناتنا دابا، حقاش انا ما غاديش يدابزنا راجل. لا دابزنا صافي، ما بقى ما يتقال اختي، وشكرا بزاف على هادشي اللي درتي. ما باش غادي نتلاقى ويكون تكون هضره اخرى. صاحبتي راه غير حيت النهار الاول ضيعت مع شرفي تفلى عليا، هادشي علاش ما قدرتش نقول لك حتى شي حاجه، وبقيت ساكته ما قدرتش نقول لك. سمحي لي عافاك. طلعتي رخيصه بزاف، راه قلت لك طلعتي رخيصه.
سمحي لي يا لا 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 لا، ما هادشي ما فيه، سمحي لي. وسولتك انا شكيت في هادشي، وشو قلتي لي انت، شنو خسرتي عليا؟ قلتي لي لا، وهادي وهادي، وانا هذاك عمرني ما نتصاحب معاه، عمره ما تكون بيناتنا شي حاجه، ما داكشي اللي كنت خايفه منه طحت كنت فيه. في صاحبتي قبل منه، ميمكنش يجي راجل يدخل بيناتنا. ما تبقيش تقولي يا صاحبتي، صافي نسي شي كلمه سميتها صاحبتي، انا وياك صافي ما بقيناش. شرفي ضاع دابا، ميمكنش لي نزيد نخسرك حتى انت. لا، وهو وضع شرفك، انا شنو غندير لك اختي؟ سيري لعندو تزوجي بيه براسك انتي وياه، انا مهم ضربي عليا، ما تبقيش تعرفيني حقاش هضره منتي صحابات. لا لا لا، شنو غدير لي؟ تسمحي لي، واش انتي منيتك؟ راكي درتي غير الضحك في راسك، هذه اول حاجه. شنو يقول زعما ضحكتي عليهم بجوج؟ انا ما ضحكتش عليا، عبيش شكون على بالك. عارفة راسي غلطت، غلط، غلطت في حقك وغلطت في حق راسي، عارفة راسي. ماشي مشكلة اختي. اي أيوة والله يرد بيك، هادشي اللي غنقول لك. ودابا انا من عندي غنقول لك غير سيري لعندو، سيري تزوجي بيه، ولا صلحوا داكشي اللي بيناتكم. انا ما بقيتش باغاه، باش انا ما نبغيش راسي تفلى عليا شي واحد اختي. وشوفي، كون كنت بنت الحرام، داك التصاور اللي كنتي كتصوري عندي عريانه وكتصيفطيهم لصاحبك، كورا وريتهم دابا، مشيت لعند خوك ووريتو هادشي كامل. ما انا ما فياش في عيل بنات الحرام، ياك انا منسيتي راني داك التصاور، ياك كنعرفك ما تقدريش ديري هكاك. لا واش نسيتي داك التصاور بعدا؟ لا ما نسيتهمش. ايوا راهم باقيين عندك بيضة. مازال غتقولي شي حاجة اختي؟ سمحي لي يا اختي، راني ما كنتش قاصده، عافاك. راكي عارفه حتى راسك بلاصتي، كون مشيت لك انت شرفك ما كنتيش غادي تفكري جوج مرات، وعارفه التطور وعارفه كل شيء، ولكن نتلاقاو ونهضروا ونحطوا النقاط على الحروف. لا لا، ما عندك شو تشرحي لي يا اختي. انا كنت غاده معاك بنيتي، وكنت بزاف د الحوايج كنعزهم في راسي وكنعطيهم ليك انتيا، في الاخر تخوريني في ظهري يا صاحبتي، ومعامل معاك كلب اللي ما يستاهل. ولكن صاحبتي تصور يا صاحبتي، ما ديريش فيا هكا، عافاك. تتصور عريان عنده شي مشكل ولا شي حاجه؟ برنامج ولكن زوين تيستينا لك انت عندك عرفتي شي؟ بنت، ولكن هادو في عايل. ماشي المشكل اختي، هي غلطات، صافي. صافي شوفي شوفي، سامحك يعني. مسحي دموعك، واخا هكاك مسحي دموعك، صافي ماشي مشكل. حقاش انا ما نبغيش نطيح في هاد السيتياسيون، مي هادو راه ماشي في عيل بنات الناس، درتي معايا سمحي لي يا اختي، عافاك. صافي ماشي مشكل. فين كاينه هي؟ مشو نصالحوكم اختي، وعيحوا بيناتكم، حاولوا تصلحوا الامور. انا يعني لا نمشي لا نروح لا، صافي والله ما كاين شنو تصلح اخويا، والله صافي. المهم يعني هي كاينه راغي هنايا. اختي، احنا نجيو لعندك اختي، احنا نجيو لعندك ونصلحوا بيناتكم الامور. صافي واخا، شكرا. يعني يا اختي، مرحبا. المهم شو تبغى تقول لي؟ انا دابا نقول مسكينه جايه، ما عندي ما نقول لها، صافي. شنو سامع اسمه مصطفى؟ طالبه تستزقوا لكم وتلاقوا على انستغرام، مرحبا بكم كاملين، تشاهدوا لي في راسكم.